ما بتحلى سهرة عيد وغار عبر مريم تي في إلا وقت يجتمعوا الإخوة ويلتقوا مثل ما بيلتقوا دايماً على المحبة. بهالفقرة يوسف، ليلي وجمال أبو حمد رح يكونوا سوا ورح نحكي أكثر وأكثر. أهلا وسهلا فيكم من جديد. يمكن استفردنا بكل واحد منكم لحال، هلأ حان اللقاء والاجتماع الثلاثي. بدي أشكركم أول شيء أنكم معنا اليوم وعم نحكي أكثر وأكثر عنكم وعن شغلكم. بدي ركز شوي على اسم راند معكم ثلاثتكم. راند هو الغار، وبهالغار في الواحد يستعمل كتير أشياء الغار. بدي أسأل، بلش بيوسف، بشو بتحب الغار أكثر شيء؟ هو الغار اسم الفرقة مثل ما تفضلت وقلتي. الغار بيرمز للمجد، للانتصار، للريحة الحلوة، وهذا إذا بدك الشعور اللي حابين ننقله للمشاهدين وقت يسمعوا الفرقة أو وقت يشوفوا الفرقة. أكيد نقلته وخلصته، بس أنا عم بسأل، بتحب تستعمل الغار للمجد والنصر، بالطبخ، بالصابون، الانتصار، الانتصار منيحة. انتصار، انتصار. بتحب الغار جمال؟ أكيد الطبخ. انتصار شو بدك تطبخ؟ طيب. نكهة طبخ وصابون، لك صابون بلدي وصابون صابون غار. ليلي أنا بالصابون، أعرف بمس هايجين البشرة. هلأ ملأنا هيك مرور الكرام تنروح إلى العمق. ثلاثتكم مع بعضكم وكل واحد شخصية مثل ما تعرفنا عليكم، لكن بهالشخصيات في يعني توازن. مثل ما قلت أنا العقل هو يوسف، قبل قلت شوي المهندس هي ليلي، والشقاوة هي جمال. هذا الموضوع كيف بتمارسوه انتوا عم تشتغلوا مع بعضكم؟ بتحضير غنية، بتحضير لحفلة، بسهرة مثل سهرتنا الليلة، كيف بتنقلوا هالأمور كلها بعقلكم، بتنظيمكم، بهندستكم؟ ليلي عم تطلع فيه هلا بتشوف كيف تهجم علي. مين بدك جايب؟ مثل ما بدكم. انا مهندس، ما عم بتدخل. تفضل. نحن انه ما عم بتدخل انا. هلا بتخفينك. اي الله يخليكم. لا نحن انه مثل ما قلت بيترجموا دغري على الارض. يعني ليلي بتهندس مزبوط، بتنسق بيناتنا، شو بتجي بالنص هيك انه بين العقل والفوضى، يعني بتجي هيك بالنص. ضابط الإيقاع، يعني ضابط الإيقاع 100%. يوسف أكتر أنه بنظم كل شيء، بيحكي العالم، ماركتينج، بلحن الأغاني، وأنا أكتر شيء بهتم بكل شيء فيجوال، يعني كل شيء إخراج لكليبات وهيك. وها هي يعني هاي مثل ما أنت وصفتيها تترجم على الواقع. بدي أحكي شوي عن طفولتكم، لأنه نحن عم نحتفل بخمس سنين لعيد مريم تي في. بالخمس سنين في كتير أشياء يمكن ما منتذكرها وفي أشياء يمكن منتذكرها. تأسأل خمس سنين كل واحد منكم شو بيتذكر شيء وقت كان عمره خمس سنين. يوسف هيك أنا رح أحكيك عن البيانو. بلشت تقريبا بعمر الخمسة ستة، جابوه لأهلي وقتها أورج صغير وبلشنا نشتغل عليه. أول شيء نطنطن وهيك، كنت قبل على الدربكة من أنا وصغير. فإيه خمس سنين فيك تعتبر أنه وقت الشخص بيصير حاضر يبلش يتعلم آلة البيانو بالتحديد. يعني اكتشفنا أنه بالخمس سنين اكتشفت البيانو. طه جمال الخمس سنين كنت بتضايع على المسرح بحفلة بالضايع، بساحة الضايع، عم برقص ولبسة هيك فولار لفت على حالي، وهي بتذكر وفي صوره هيك. بس هذا المومنت يعني وقت انه طلعت وصاروا ما بدهم ينزلوني مش قادرين، هاي هذا بتذكر. وكنت هالقد يعني شيء هيك، ما عارفه اذا خمس سنين بس شيء حب المسرح بتعرف من صغره. الاضواء ليلي انا ما بتذكر شيء، يعني انا من خمس سنين شو عملت ما بتذكر. فاكيد ما راح اتذكر على خمس سنين. ما هو اصلا من خمس سنين هي الخمس سنين. ايه ما من خمس دقائق شوي كمان صار. معنا عمول أنه مهندسة وبتنظم. أنه ما عندي شيء معين. يمكن في ناس كتير ما عندهم ذاكرة طفولة. ما عندهم ذاكرة طفولة. مش يعني عندي ذاكرة يمكن أكتر أدوليسانس وطلوع، بس طفولة ما عندي كتير أساس دراسة.
برأيكم ابن 5 سنين أو اللي عمره 5 سنين بيقدر يكون مستقل؟ يعني يعمل أشياء لحاله؟ يعني اكتشفتوا أشياء بحياتكم بالخمس سنين شو ممكن الواحد؟ يعني مثلاً بيروح لعند جيرانه لحاله، بيعمل فوضى لحاله، بيلعب وبخرب لحاله. لك يوسف شو مبسوط بالموضوع؟ أيوة. كأنه عم بحكي عنك. لا انه هي انه على الخمس سنين اذا بدك مرحله جديده، يعني انت بتتعاطي مع بغير طريقه كنت عم تتعاطي مع حالك اصلا بالسنين اللي قبل. بس انه برجع بتذكر انه وقتها يكون قدامك آلة وتستلمي هالآلة وتعملي العالم تبعك الخاص، هذا ايه على الخمس سنين بتعمليها. يعني بتبلشي تشوفي حالك وين بدي انا اكون بعد سنتين بعد ثلاثة، بصيري عم تتقدمي بالمجال اللي هو انه انت والآلة. هذا عم تحكي عن واحد كل عالمه الخاص. هذا انا بالنسبة لي على 5 سنين 6 سنين كان هذا العالم اللي انا حابب اذا بدك طوره. عندي سؤال حشري، سميتوا فرقتكم راند، بينما وقت يكون في اخوة او مجموعة بدها تسمي فرقة بتروح مثلا الاخوين الاخوة ابو حمد، ليه ما رحتوا الى هالتسمية تعملوا دعاية للعائلة؟ ديجافيو. مش بس ديجافيو، انه ما في يعني الكونسبت ما بيكون قوي يعني، بس انه ما في فكرة كتير من وراها، وانه بس تقولي غار عطيتيها بعض تاني على ابو حمد، مع احترامنا لكل ابو حمد يعني. هلا شو مش بدي خلصك منه. لا يعني مع احترامنا للعائلة، بس تقولي غار انه راند، بعدين سهلة تلفزيها بكل اللغات، كونسبت يعني لذيذ. هي سهلة تلفزيها، بس المشكلة تفسيرها انه ما هيك بصير عندك حشرية تسألي وساعتها بتعرفي وبتتعلم شيء جديد وبتنامي موان بعد سوسوار. لا لانه مثلا راند مثلا بفكروا انه حدا اسمه ار أو أنا كنت اسمها راندا أو شيء، مع أنكم ثلاثة هو أربعة حروف كيف؟ ما هي هيك أنه just question mark يعني. بس هي وقت قررنا بال 2013 نبلش الفرقة، أنا كنت عم بفتح القاموس، بلشت كل صفحة بصفحتها، نقيت كذا اسم بس هديت على راند. بعتنين ولا صبايا راند شو راند؟ شو انه شو بيعني؟ ما كانوا يعرفوا اوكي شو. وانه بنمشي فيها وما بنمشي فيها. بعدين عملنا كل هيدا الريسيرش اللي حكيتينا عنه انه عملتيها انت كمان، وتوصلنا انه ايه بناخذ هذا الاسم لانه سهل، لانه عربي كمان، لانه احنا بنركز اكثر شيء على الموسيقى اللبنانيه العربيه يعني اذا بدك، اكثر من الانجليزي والفرنسي، مع انه بنغني بالانجليزي وبالفرنسي. فكان بدنا اسم يكون سهل، عرفت كيف؟ واسم يخليك تسالي، خليك تعرفي انه بالنهايه شو معناتها اسم راند. والهدف كمان مش تضوي على أسامينا وعلى عائلتنا ونشهر عائلتنا، يعني هدف هي نغني يعني نعمل شيء. تضوي على الفرقة أكثر من أنه تضوي على جمال أو على ليلي أو على مش الشهرة، يعني مش معنيين مثل اليوم، لأن الواحد وقت يعمل أي مشروع فني يكون الشهرة جزء، بدها تكون جزء. ما شايفتكم حماسين للشهرة كتير. الشهرة لأن هي نتيجة أعمال تعمليها يمكن تودي لشهرة، بس مش الهدف الشهرة. يعني وقت الهدف يصير الشهرة بتخسر الهدف الأساسي اللي هو تعمل موسيقى من أجل هيدا، بيقولوا لك فن من أجل فن. مزبوط، نحن عم نعمل فن من أجل فن. إذا ودى لشهرة بكون ودى لشهرة، بس إذا ما ودى لشهرة مش هيدا الهدف. يعني عم بفهم منكم أنه النوعية اللي عم بتقدموها هي الطريق، وما بدكم توصلوا ليوم إذا كانت الشهرة هي الأساس تقولوا الغاية تبرر الوسيلة. صح، أنه بمعنى أو بآخر يعني النوعية هي الأساس، ومن بعد النوعية بنرجع بنحكي بالتسويق، بنحكي بغير قصص، بس أكيد النوعية هي الأساس بالنسبة لنا. يعني نعطي موسيقى مرتبة للمستمعين وللمشاهدين كمان ككليبات. ست سنين من عمر الفرقة، شو حققتوا لهلأ على صعيد أغاني إنتاج خاص، على صعيد مشاركات برا وبلبنان، شو حققتوا؟ خلي لي أنا بتعرف كل التفاصيل. نسي كل شيء. يوسف عنده الأرشيف. لا خلص، أنا بستلم هذا السؤال. نحن بست سنين إذا بدك صار عنا 5 أغاني برصيدنا، 4 لبنانيات يعني وواحدة فرنسوية. هودي 5 أغاني اللي نحن هلأ مسجلين لكل المشاهدين فيهم يسمعون أونلاين أكيد. برصيدنا كمان كذا حفلة، أكتر شيء بلبنان، عملنا حفلة بنيويورك، وأحسن رصيد هو محبة الناس. يعني بتشوفي أنه
في اشخاص عن جد بحبوك مش لانه ليلي او جمال او يوسف، لانه راند الكونسبت تبع الفرقه الناس حبته والناس عم تتعاطف معه، وهذا اكثر شيء نحن بسرنا كفنانين. طيب الهويه، هويه الفرقه اذا بدك تعرف عنها يوسف جمال وليلي، يعني وقت نسمع الموسيقى واللي بتابع وهلا خلال الحلقه سمعوا شيء من الموسيقى، الهويه، هوية الموسيقية، الهوية، هوية الكلمة، هوية الجو الفني، كيف بتعرفوا عنه؟ نحن بإطار الكلاسيكال بوب أو إذا بديك الشعب الكلاسيكي، يعني دائما بركز على الأغاني تكون نيحة ككلام كلحن كتوزيع، يعني توزيع تبعنا أوركسترالي، يعني الموسيقى بتنلعب لايف، يعني بالحفلات بتشوفي بيانو، بتشوف انا وجمال وليلي، واوقات كمان بنستعين باشخاص تانيين كموسيقيه، بس دائما بنركز على الموسيقى الطبيعيه اكوستيك، يعني ما في شيء موصول على الكهرباء. هذا اذا بدك الاطار اللي احنا حبينا نكون فيه، لانه هذا اللي بيريحنا. يعني انا قبل ما انزل غنيه على السوق، او اذا بدك قبل ما اطلق غنيه مثل ما يقال، بهمنا انه انا وليلي وجمال نكون راضيين عن المنتج اللي هو هذه الغنيه. بعدين المرحله الثانيه بنصير نطلع للناس إذا بدك بقوالب مختلفة، بس أهم شيء أنه كلام، لحن، توزيع، تسجيل يكون بمستوى بستاندرد معين نحن إذا بدك ما بنحب ننزل عنه. ما هيدا القصدي، أنه بتصيروا معروفين وقت الواحد يسمع دغري بيعرف راند، يعني أنه ما بده كتير. الناس معودين اليوم شوي على الإيقاع أكتر، معودين وخاصة أنتوا جيل شباب وعم تتوجهوا لجيل شباب، وتكون معودين على إيقاع أكتر وعم بتقدموا موسيقى شوي ملتزمة أكتر، أو فينا نقول فيها هوية بشكل أو بآخر، كتير صعب توصلوا هيدا الشيء، أو بالعكس الناس لأنها مشتاقة بتلحقكم بتتبعكم تنسجم معكم؟ تفضلي. الاثنين، في منها ومنها، لانه الناس مشتاقه بتسمعنا، وبس كمان في شيء تاني من الناس ما بحب هذا الستيل فما بيسمعنا. انا بقول ما في حدا ما بحب هذا الستيل، لانه وقت عم نسمع في شيء ايقاع بدون ايقاع، في شيء مهضوم وعم نفتش على هويته. هو على البيانو فيك تعمل ايقاع بلا ما يكون عندك تبكي. ايه ما هيدا اللي عم بقوله، يعني هلا بعد شوي رح نسمع الاغنيه الختام معكم وتشوف شو حلوه بشكل او باخر. كيف بحبك، كيف بحبك الغنيه الجديده، يعني تصديقا على كلامي. لمين بتحب؟ كيف بتحب؟ كيف بحبك؟ كيف بحبك؟ الغنيه اسمك الغنيه. اوكي. شو مغرومه هلا لا يلي بدي اقوله انه بنركز بالاغاني تبعنا، مش انه بس تسمع انت ايقاع بلا ما يكون في عندك كلام، بلا ما يكون عندك موسيقى. عم نحكي موسيقى، نحن خريجين اذا بدك معهد موسيقى العالي الكونسرفاتوار، ايه بهمنا يكون في موسيقى، بيكون في كلام والتوليفة، يعني التوزيع حلو التوليفة. لازم 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 إذا بدك يحترم إذا بدك الكلام واللحن، يعني ما في أنا أعمل توزيع بمحل والغنية هدفها تكون بمحل تاني، يعني هود العناصر بدون يكونوا كلهم مترابطين تطلع عندك آخر شيء نتيجة أنت تنبسط فيها وتحبيها. بدي زيد على قصة الهوية، أنه في الهوية اللبنانية، يعني وتسمع أغانينا حتى المواضيع الأغاني خاصة بلبنان واللهجة، قالت والدمعة بعينها كان خاصة بالهجرة ومين ما عنده حدا برة لبنان ومهاجر، فبتحكي موضوع مواضيع اجتماعية كتير منبثقة من وضعنا بلبنان، وحتى بس نغني فرنساوي انجليزي ونحن لبنانية كلغة نحن عم نحكي نخلط بين الفرنساوي والانجليزي والعربي. فالهوية مش بس انه كلاسيكال بوب كتصنيف، كتير في هوية لبنانية يعني منطبعة فينا وبأغانينا. نعم. وانا بدي اسيد شغله على الشيء اللي ليلي عم تقوله، نحن اليوم بقاعه وديع الصافي نحن كان عندنا الفرصه والشرف نتلاقى فيه وغنينا معه ودقينا معه، وباخر اللقاء بقلنا انه انتم عليكم الجيل الجديد تحافظوا على الغنيه اللبنانيه، فنحن هدفنا نحافظ على الغنيه اللبنانيه ونطور الغنيه اللبنانيه وننشرها مش بس اذا بدك بلبنان وبالمنطقه كمان برات لبنان، فعنا كثير تعلق بلبنانيه الاغنيه وهذا الشيء كتير بعز علينا. يعني
جمال كلهم زادوا انت ما زدتي شيء. يعني شو بدي زيد؟ خلص they covered it. حكي عن كل شيء، عن الهوية اللبنانية والهوية كلاسيكال بوب. بدي احكي عن الكلمات. اليوم لانه ليلي قالت انه هيدا الجيل بيحكي شوي انجليزي شوي فرنساوي شوي لبناني شوي لهجات مخلوطه، وتتنقوا الكلمه الغنيه عندكم لبنانيه لبنانيه مع بعض المصطلحات اللي عن جد يعني فيها مثل حفافيه يلي قديتها، مثل في كثير اشياء، وتكون هيدي المصطلحات جايه من الضيعه وعم تقدموها بايقاع جميل مودرن بشكل او باخر. كيف ممكن عن جد تكونوا عم تعملوا هالخلطة تتقنعوا الشباب وتقنعوا يلي حريصين وبدافعوا عن الغنية اللبنانية انه بالموسيقى فينا نحط كلام حلو ولو كان كلام شوي قديم يمشوا مع بعضهم؟ يعني إيه هن ما بيتناقضوا مع بعض، هن ما بيتناقضوا يعني بس تتلبسهم صح. تتلبسهم بتعرف انت اليوم وقت يكون في غنية شوي جبلية بيكون ايقاع شوي مختلف عن الايقاع اللي عم تقدموه انتو. رحالك بعد خبرة 6 سنين تبين لقلنا انه يلي اكتر شيء بيلمس الناس بحال الغنية هو اذا انت عم توصليها بصدق يعني بأحساس. يعني اذا انت قدرت اذا بدك تتلقى في الشيء اللي انا عم بقوله وفهمت شو يعني على اخر حفاف الكون وفهمت اذا بدك محتوى الغنية بس ما لمستك ممكن انه اوكي تغير تشانل على الراديو وتكمله. بس غير قصة الكلمات، اوكي الكلمات واللحن اهم شيء، اذا بدك بعدين الاداء. يعني اذا انا عم بقدك اذا بدك كلام كتير حلو ولحن كتير حلو بس مش من قلبي وعم جرب اذا بدك اضحك على الناس او حسسهم بشيء مش مزبوط، دغري الناس بتقفرك. يعني اكتر شيء بيقولونا انه حسينا حالنا بالبيت انه غنيته، حسينا انه 3 اصوات مثلا صوت واحد، عرفتي؟ يعني بتحس انه هذا الجو العائلي اللي كمان بينعكس على موضوع الهويه، انه اخر شيء بدي اعطي غنيه حتى لو كلامها بتحسيه قديم او حتى لو لحنا مثل الالحان يلي نحن تعودنا عليها اذا بدك الزمن الفن الجميل، في شيء بس في عندها قالب جديد لانه عندك 3 شباب عم بيغنوا وعم بيعطوا من قلبهم لهذه الغنيه تقدر توصلك. يعني برجع بقول لك اذا عم نغني بلا احساس وبلا صدق ما بتوصل الغنيه. مأثرين شيء بمدرسة غنائية لبنانية؟ بكل يلي أضافوا على الغنية اللبنانية أكيد. ورانا أستاذ وديع شي نصين أكيد يعني أيه، زكي نصيف لأنه بحس في شيء كأنه نكون ولاد منطقة واحدة، أيه ولاد صغبين قريبة على مشغل، أنه في 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 جو عن جد. حتى آخر غنية كيف بحبك الناس الكومنتس تبعهم كانوا أنه ذكرتونا بزكي نصيف، وهذا شيء بيشرفنا بالعكس. يعني انت وقت عم تقدري تكملي بمستوى معين وتعملي حفله تغني فيها للكبار وتغني كمان الاغاني تبعك ويكون في مستوى محترم، هذا شيء اذا بدك باكد لنا انه عم نصيب الهدف اللي نحن حطيناه لحالنا. اذا الفن للفن عم تشتغلوه بالمطلق، لكن الانسان بده يعيش والانسان بده يستمر، وبعرف انكم بتشتغلوا مهن تانية وبتلتزموا بالفن، كيف قادرين تعملوا هذا التوازن؟ هلا مشاهدينا نفتح باب التبرعات. لا ما نحن كل واحد بيعمل شغلة مختلفة بالحياة، يعني ليه مهندسة يوسف مهندس، انا ما بعرف مخرجة. لا قولي انت شو بس يعني مش عايشين 100% من راند حاليا، عم نجرب قد ما فينا يعني نحط، او يعني بلشنا اول فتره نحط من جيبتنا تنعمل اغانينا اغاني راند، يعني كان انفستمنت خاص بالاول، وهلا شوي شوي بتصير تطلع مصاري تترجع كمان تمولي اغانيك لانه ما عندنا برودكشن ورانا او بروديوسرز او شيء، يعني كله انتاج خاص. وقت ما تكوني متكله على هذا الشيء تعيشي صح وتما تموتي جوا بتضلك محافظه على مستوى. فهاللعبه انه عندنا الانكم تبعنا من غير الموسيقى بلس عندك الموسيقى بليفل معين يعني تحافظي عليه بلا ما انه ليلي بدها تقول شيء. لا ابدا لا هيدا الموضوع ما بدك تقول شيء. لا ما بدك تزيد شيء ليلي. لا فاين الحمد لله مشاهدينا مش ميتين جوا. لا كتر خير الله. وبالعكس انا بقول اوقات الواحد بجوع لللقمه وللخبز والملح لكن بتتدبر الجوع الروحي على اشياء حلوه مثل الفن، هيدي الشغله لا تتمن.
ايه عن جد انه هي متعه بحد ذاتها، شغف بحد ذاته. يعني اذا بدك هلا نحن ما عندنا ضغط انه لازم هلا ننزل غنيه او بعد شهر او لانه المنتجين بدهم هيك، يعني نحن الهدف من الفرقه نعمل موسيقى محترمه اوكي، وهي الموسيقى عم توصل للناس شوي شوي، عارفين انه بدنا ناخد وقت اكثر من اذا بدك الفنانين اللي عم يتجهوا للموسيقى التجاريه، بس نحن اذا بدك راضيين هيك، يعني نحن راضيين انه نحن بدنا ناخد وقتنا وبدنا نشتغل موسيقى محترمه، وهذا اذا بدك تحدي ونحن بدنا نعيشه هذا التحدي. وعشتوه يعني اذا بدك قرار شخصي، عرفتي؟ قرار شخصي انه نحن هذه الموسيقى اللي بدنا نعملها. لا وهذا القرار نحن بنفتخر فيه كمان. شكرا. نحن عم نوصل لختام هالسهره. عيد وغار، بدي اطلب من كل واحد منكم يقول شيء عن عيد وغار. ليلي بلش معك، هيك حرام عم بحس عم كثير عذبهم لقلهم. ايه عيد وغار، اول شيء بدنا نقول مبروك لمريم تجي وعقبال المية. بدنا نقول مرسي لك كمان للاستضافه. بالعكس انا بدي اقول مرسي لكم، قلتوا تكونوا معي بهيدي السهره وهيك عم نعمل اختبار، انا بقول اختبار حلو على الهوا، نعرف الناس عنكم ونعيش فنكم الفن الحلو. مرسي، وان شاء الله كل ايامكم غار وكل ايام المشاهدين حب وهيك ريحه طيبه ورند. يوسف، انا بدي اتشكرك، بدي اتشكر مريم تي في وبدي اعيدكم واكيد اعيد كل المشاهدين، وبنتمنى دائما نضلنا على تواصل ونقدم دائما الافضل للجمهور. ما عندنا شك وعندنا ثقه باللي عم بقدموه. جمال كمان شكرا، شكرا لفريق العمل، شكرا لكل اللي اشتغلوا تطلع هالحلقه. عيد وغار، شو بدي اقول لك؟ عيد وغار، الحياه مش كلها غار ومش كلها عيد. صح. بس لانه في مش غار ومش عيد بنعرف قيمه الغار والعيد، فانا ما بتمنى تكون كل الحياه غار وكلها عيد، بتمنى يكون في العكس تبع هول تنقدر نضلنا عم نستطعم بالغار تبع الحياه وبالاعياد اللي عم تجينا. حلو، شو بعد ما نزيد بعد كلامك جمال؟ تفضل اذا بتريدي. ثراند يوسف، ليلي، جمال ابو حمد، انا بدي اترك لكم المسرح هلا لنختم باغنيه كيف بحبك. هالاغنيه يلي عن جد قدرت تشق طريقه بالسلاسه اللي موجوده فيها وبالمضمون اللي هي فيه، بس يوسف بذكرنا كلمات مين وكيف كل التفاصيل. كيف حبك هي الغنية الخامسة لقلنا، كلمات أميلي خوري، جانا لرقم خمسة يعني. صح. ألحانة وزعها مارك أبو نعوم وسجلناها عند رالف سليمان، وكل الموسيقيين اللي اشتغلوا عليها لبنانية واشتغلوا عليها بلبنان، يعني كانت كلها مسجلة لايف. أميلي خوري اللي كتبت الغنية هي ستو لإلياس حايك، اللي كمان كتب عدد كبير من أغاني راند، فنحن وصلنا الكلام تبع كيف بحبك من خلال حفيدها اللي هو إلي، اللي أخذ منا حب الكتابة وهذا الطالون، فحبينا نرجع نحيي كلام كان بالجرور ونعمله غنية ونوصله لأنه كلام كتير حلو. وهي توفت بال 2007، فهذه فرصة نتذكر فيها كل الأشخاص إذا بدك يلي غادرونا، وتنعرف إنه الموسيقى فيها توصلنا بهود الأشخاص يلي فلوا. لو تأخرت بتوصل. صح. كيف بحبك رح نختم فيها ورح قلكن بعيد وغار، بتمنى كل مشواركن الفني يكون غار مثل اسمكن، ويكون العيد هو الفرح بالكلمة يلي عم توصلوها. وبدي أقول لمريم تي في كل عيد وأنت بخير، وكل هالزملاء وكل المشاهدين بخير. بحضان الوادي بجلول الغار عدرب.
الصيف الهادي في الدردار حبك حبي مش عادي دمعته نار منه بعد ما تبلادي ع سطح الدار حبك بحضان الوادي بجلول الغار عادر بالصيف الهادي في الدردار حبك حبي مش عادي دمعته نار منه بعد ما تبلادي ع سطح الدار مادي بلادي ع سطح الدار حبك سامي تاخدني ع جو بعيد تبني روحي تعلمني غزل النشيد حبك سامي تاخدني ع جو بعيد تبني روحي تعلمني غزل النشيد درب الصيف الهادي في الدردار حبك حبي مش عادي دمعته نار منه بعد ما تبلادي ع سطح الدار